ازيكم يا حلوين؟ احنا دلوقتي قدام الفور سيزون في اسكندرية، كل الناس بيعرفوه من جوه اللوبي والكافيهات اللي موجودة فوق وتحت، لكن ناس كتير ما تعرفش الحديقة اللي قدام المبنى بتاع الفور سيزون وازاي يروحوها وازاي يدخلوها. فيديو النهاردة بقى هتروحوا معايا وتعرفوا كل التفاصيل اللي موجودة جوه. هندخل الممر كده لحد ما نطلع على المكان اللي فيه الاسانسير. عايزه اقول لكم بقى اللي مكتوب جوه باب الاسانسير كده، زراير مكتوب عليها كل حاجه عايزين تطلعوها، زي ما انتم هتشوفوا معايا دلوقتي. الدور الثاني بيكون مكتوب قاعه الحفلات وقاعه الاجتماعات، والدور الثالث موجود المطاعم. علشان نروح بقى الشاطئ ندوس على زرار مكتوب عليه ال جي. بعد ما هنطلع من الاسانسير هنمشي ممر كده طويل، وكمان بيبقى مكتوب كده يافطات مكتوب عليها هنمشي يمين او شمال، فبنمشي على اساسها. وكمان عايزه اقول لكم بقى على حاجه، ان الممر اللي احنا ماشيين ده فيه دلوقتي ده اندر جراوند، يعني مكان تحت الارض كده ماشيين فيه. لحد ما نطلع بره هنلاقي على اليمين موجود شاليهات للسكن، وبيتعمل هنا كمان حفلات وسهرات، وفي موجود فيلل كمان للايجار. كمان عايزه اقول لكم ان اصلا كتير من الفنانين بيجوا يقعدوا هنا وبيقضوا هنا، يعني لما بيجوا اسكندريه بيجوا المكان ده على طول، وخاصه الهضبه، يعني لما بيجي اسكندريه لازم يقعد في الفور سيزون. في ناس كتير كل اللي يعرفوه عن الفور سيزون في اسكندريه هو المبنى ده بس. عايزه بس كل المنطقه المحيطه وكل المكان دوت تبع الفور سيزون. عايزه اقول لكم بقى ان الشاطئ والحديقه الكبيره دي هنا موجود مطاعم كتير، وعايزه اقول لكم ان الفطار هنا تحفه جدا. هنا بقى موجود انفينيتي وبول وصاله جلوس، قعده جلوس كده لونش. هنا اكيد القعده بتاعه البول ده، طبعا موجود حمام سباحه للاطفال وللكبار، ده بتاع الكبار، وفي كمان حمام سباحه للاطفال. المنظر طبعا بيكون حلو قوي قدام الفيو الحلو ده، وقدام الحديقة والتمشية فيها. حديقة الفور سيزون دي كبيرة جدا، وموجود كمان المطاعم هنا والبوفيه والكافيهات. الا ما تنسوش لو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو كده قولولي ايه رأيكم في الكومنتات، واعملولي لايك. طبعا ما لحقتش اصور الاكل قوي يعني، بس زي ما انتوا شايفين كده يعني اكيد الاكل تحفة. حبيت بس اوريكم المكان لان ناس كتير ما تعرفش المكان ده، وانا برضو ما كنتش اعرفه رغم ان انا عايشه في اسكندريه من زمان قوي. عشان كده حبيت اعمل لكم الريفيو دوت عشان تعرفوا المكان قد ايه جميل، ومن احلى الاماكن كمان في اسكندريه. اوعوا تنسوا تعملوا لي لايك، واوعوا تكونوا كمان لسه ما اشتركتوش في قناتي. عايزه اقول شكرا للناس بجد الجديده اللي عندي، بيوصل لي تشجيعكم، وبيوصل لي كل حاجه بتكتبوها عشاني. بحبكم قوي قوي قوي، واستنوني بقى، وباي باي.